بسم الله الرحمن الرحيم. هذا توسل الداعي إلى الله العارف بالله المربي روحي وجسمي أستاذنا البركة الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر بن علي بن عمر بن سقاف بن محمد السقاف عاد الله علينا من أسراره وأنواره وعلومه ونفحاته وبركاته في الدين والدنيا والآخرة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوير بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توفقني لحسن العبادات. بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلاتي وتنذرني في كل حال ولمحات تنجي بها من هول يوم القيامة. وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي. وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي. بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شيء.